تقول: حجت والدتي قبل 4 سنوات، ولكن قبل أدائها لفريضة الحج أي في اليوم الخامس من ذي الحجة جاءتها العادة الشهرية، وقد فكرت هذه الوالدة في تأجيل أداء الفريضة، إلا أننا أصررنا على أن تؤديها لأننا كنا على أهبة الاستعداد، حيث سمعنا بأنه لا يجوز للحائض أن تعتمر والحج أن تعتمر وتحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وبناء على ذلك اتجهنا إلى مكة المكرمة، ولكن الوالدة ارتكبت العديد من المحظورات وهي جاهلة بذلك، فقد قامت بتمشيط شعرها، ولا شك بأنه سوف يتساقط الشعر أثناء التمشيط، كما أنها تنقبت عندما أرادت السلام على عمي، وبعد ذلك قامت بأداء جميع الأركان والواجبات، إلا أنها وعندما حان وقت طواف الإفاضة اغتسلت وطافت بالبيت على اعتقاد بأنها قد طهرت، إلا أنها اكتشفت بأنها لم تطهر، حيث عاد نزول الدم مرة أخرى، وعند ذلك تركت طواف الوداع حيث كانت تعتقد بأنه غير واجب عليها. أفتون مأجورين ماذا على الوالدة؟ لأن الأهل سيسمعون هذه الإجابة، وهل يجب عليها إعادة الحج جزاكم الله خيرا؟ كل ما فعلته والدته سائلة عن جهل من المحظورات فليس عليها إثم ولا فدية، فمشط رأسها لا يضر وانتقابها لا يضرها لأنها كانت بذلك جاهلة، وبقية أفعال الحج وهي حائض لا يضرها الحيض شيئا، ولم يبقى عندنا إلا طواف الإفاضة، وقد طافت كما في السؤال قبل أن تطهر من الحيض، وحينئذ يجب عليها الآن أن تسافر إلى مكة لأداء طواف الإفاضة، ولا يحل لزوجها أن يقربها حتى تطوف طواف الإفاضة، ولكن ينبغي أن تحرم بالعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، ثم بعد هذا تطوف طواف الإفاضة، وإنما قلنا ذلك لأنها مرت بالميقات وهي تريد أن تكمل الحج، فالأفضل والأولى لها أن تحرم بالعمرة وتتم العمرة ثم تطوف طواف الإفاضة ثم ترجع إلى بلدها. فإن رجعت من حين أن طافت طواف الإفاضة فهو كاف عن الوداع، إلا إن بقيت بعده في مكة فلا تخرج حتى تطوف للوداع. امرأة ذهبت لأداء العمرة في نهاية شهر رمضان، وفي طريقها إلى مكة نزلت عليها قطرات من الدم، فاعتقدت أنها استحاضة ولم تلتفت لذلك لأن دورتها جاءتها في بداية الشهر، فكانت تتوضأ لكل فرض وتصلي بالمسجد الحرام، وقد أدت العمرة كاملة، ولاحظت أن هذه الاستحاضة استمرت لمدة 8 أيام، وهي الآن لا تدري ما إذا كانت استحاضة أو دورة شهرية، ماذا تفعل؟ هل هي آثمة بدخولها المسجد الحرام؟ وماذا عليها؟ وما حكم عمرتها؟ هل هي صحيحة؟ مأجوري. القطرات لا تعتبر حيضا لأن الحيض هو الدم السائل، نعم، كما يدل على ذلك الاشتقاق، لأن الحيض مأخوذ من قول حاضر الوادي إلى سائل، وعلى هذا فعمرة هذه السائلة عمرة صحيحة، وبقاؤها في المسجد الحرام إذا كانت تأمن من نزول الدم إلى المسجد جائز لا إثم فيه. ماذا تفعل المرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو بعده أثناء المناسك؟ نرجو بهذا إفادة. إذا حاضت المرأة قبل الإحرام فإنها تحرم إذا وصلت الميقات ولو كانت حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست في الميقات أمرها أن تغتسل وتستثير بثوب وتحرم، وهذا دليل على أن النفاس لا يمنع الإحرام وكذلك الحيض. وأما إذا حاضت بعد الإحرام ففيه تفصيل، فإذا كانت في العمرة فإن حاضت قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف بعد ذلك وتسعى، وإن حاضت بعد الطواف سعت ولو كانت حائضا وقصرت وتتم عمرتها، وإن كان ذلك في الحج حاضت بعد أن أحرمت في الحج، فإن كان هذا بعد طواف الإفاضة أتمت حجها ولا شيء عليه، يعني مثل أن يأتيها الحيض في يوم النحر بعد أن تطوف طواف الإفاضة، فإنها تتم حجها فتبيت في منى وترمي الجمرات ولو كانت حائضا، وإذا أرادت أن تخرج والحيض لا زال باقيا فإنها تخرج بلا وداع. وأما إن أتاها الحيض قبل طواف أتاها في عرفة فإنها تبقى على إحرامها وتقف بعرفة وفي مزدلفة وترمي الجمرات، لكنها لا تطوف البيت حتى تطهر. ودليل امتناع طواف الحائض أن صفية رضي الله عنها حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حادثتنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. وهذا دليل على أن الحائض لا تطوف، لأنها لو كانت تطوف لم تكن لتحدث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عائشة حين حارت بسرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفست؟ قالت: نعم. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ثم أمرها أن تحرم بالحج
وأن تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، وإنما تركت الطواف بالصفا والمروة لأنه يكون بعد الطواف بالبيت، وإلا فإن الطواف بالصفا والمروة لا يمتنع عنه. بارك الله فيكم. تذكر بأنهم أدوا فريضة الحج في العام الماضي مع ابنتها وزوجها، وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم البنت بأن الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع، ولم تخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت، فماذا يعملون؟ المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت قبل أن يصلوا إلى مكة، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولما ذكر له أن خفية رضي الله عنها حاضت بعد فراغ الحج، قال أحادثتنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فانفروا. وهذا يدل على أن الحائض لا يمكن أن تطوف بالبيت، لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد لا من المرور فيه، وإذا كانت ممنوعة من المكث في المسجد فالطواف مكث في المسجد الحرام، وإن كان مكثا فيه حركة. وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت في أثناء طواف الوداع ولم تخبر أهلها، إن احتاطت وذبحت فدية في مكة توزع على الفقراء فهو خير، وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحيض في أثنائه، وإن لم تفعل فأرجو أن لا يكون عليها شيء، لأن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تشرع في طواف الوداع لم يسقط عنها طواف الوداع، فإذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما أوجب الله عليها، وسقط عنها بقية الطواف لوجود الحيض، فلا يتبين وجوب الفدية عليها، ولكن إن فدت فهو خير، وإن لم تفد فلا شيء. نذكر السائلة بأنها حجت وهي في 16 من عمرها مع أحد محارمها، وفي اليوم الثامن نزلت عليها الدورة ولم تخبر أحدا من محارمها خجلا منها، وأدت جميع المناسك، فما الحكم في ذلك؟ أولا أحذر إخواني المسلمين من التهاون بدينه وعدم المبالاة فيه، حيث إنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة ولا يسألون عنها، ربما يبقى سنة أو سنتين أو أكثر غير مبال بها، مع أنها من الأشياء الظاهرة لكن يمنعه التهاون أو الخجل أو ما أشبه ذلك. والواجب على من أراد أن يقوم بعبادة من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أن يعرف أحكامه قبل حتى يعبد الله على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل، ثم استدل بهذه الآية. ثانيا بالنسبة للسؤال، نقول هذه المرأة لا تزال في بقية إحرام لأنها لم تحل التحلل الثاني، حيث طافت وهي حائض وطواف الحائض فاسد، فهي لا تحل التحلل الثاني إلا إذا أتمت طواف السعي مع الرمي والتقصير، وعليه فنقول يلزمها الآن أن تتجنب الزوج إن كانت متزوجة لأنها لم تحل التحلل الثاني، وتذهب الآن إلى مكة، فإذا وصلت الميقات أحرمت بعمرة وطافت وسعت وقصرت ثم طافت طواف الإفاضة الذي كان عليها فيما سبق، وإن أحبت أن لا تحرم بعمرة فلا بأس لأنها لا تزال في بقية من بقايا إحرامها الأول. المهم أنه لابد أن تذهب وتطوف لأنها لم يتم حجها حتى الآن، وألا يقربها زوجها إن كانت قد تزوج. فإن كانت قد عقدت النكاح في أثناء هذه المدة فللعلماء في صحة نكاحها قولان، القول الأول أن النكاح فاسد ويلزمها على هذا القول أن ويلزم على هذا القول أن يعاد العقد من جديد، والقول الثاني أن النكاح ليس بفاسد بل هو صحيح، فإن احتاطت وأعادت العقد فهذا خير، وإن لم تفعل فأرجو أن يكون النكاح صحيح. نعم. هذه السائلة تقول فتاة ذهبت مع أهلها إلى مكة للعمرة، وعندما وصلوا إلى الحرم انتهى الدورة أو انتهت الدورة فطافت وأكملت العمرة مع أهلها ولم تخبرهم لأنها خجلت من ذلك، فماذا عليها؟ ليس عليها شيء إذا كانت قد أحرمت من الميقات، نعم، لأن هذا هو الأمر الصحيح، لكن إن كانت طافت وسعت قبل أن تغتسل فطوافها وسعيها غير صحيح. أما الطواف فلأنها طافت على غير طهارة، طافت على حيض، وأما السعي فلأنه لا يصح السعي قبل الطواف في العمرة، وعلى هذا الواجب الواجب عليها إن كانت طافت وسعت قبل أن تغتسل الواجب عليها أن تذهب الآن إلى مكة لتطوف وتسعى وتقصر، وأن تعتبر نفسها الآن في إحرام، فلا يحل لها ما يحرم على المحرم من الطيب وغيره حتى تنهي عمرتها. والذي يظهر لي من سؤالها أنها لم تطف لأنها مشت مع أهلها ولم تطف. نعم. هل يجوز للحائض أن تعتمر أو تحج؟ وما هي الأمور التي يجب عليها أثناء ذلك؟ وما الأمور التي يجب عليها عندما
تحرم من الميقات الحائض لها أن تحج وتعتمر، وعند الميقات تفعل ما يفعله غيرها، تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم كغيرها من الناس، وتفعل ما يفعله الناس سواء بسواء إلا الطواف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما حين ولدت في الحليفة محمد بن أبي بكر أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، وقال لعائشة رضي الله عنها حين حارت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلم تطوف بالبيت ولا بالصفا والمروة، وبقية أفعال النسك تفعله الحائض والنفساء كغيرها، فتقف بعرفة وفي مزدلفة وترمي الجمرات وتدعو في عرفة وفي مزدلفة وبين الجمرات كسائر الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ أديت فريضة الحج أنا وزوجة والدي، وعند طواف الوداع في اليوم الأول أتتها العادة الشهرية، فلذلك أدينا طواف الوداع أنا وأخي وهي لم تطوف طواف الوداع، فما حكم ذلك؟ مأجورين. الحائض والنفساء لا يجب عليهم طواف الوداع، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وفي الصحيحين من حديث صفية بنت حوي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها فقيل إنها حائض، فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. فالحائض ليس عليه وداع لا في حج ولا في عمرة، أما لو حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنه لا بد أن تطوف طواف الإفاضة، فإما أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، وإما أن تذهب وتبقى على ما تقي من إحرامها حتى تطهر ثم ترجع فتطوف. نعم. بارك الله فيكم. ذهبت للعمرة في رمضان فأحرمت من ميقات ذي الحليفة بالمدينة النبوية مع أخيها، وعندما أوشكت على دخول المسجد جاءتها الدورة الشهرية، فمكثت خارج المسجد وواصل أخوها العمرة. تقول وعندما انتهى سافرنا وغادرنا مكة إلى بلادنا، علما بأنني لم أفعل شيئا من أعمال العمرة، ماذا أفعل الآن؟ هل أنا على الإحرام؟ وهل يجب علي الذهاب فورا إلى مكة لقضاء هذه العمرة؟ أفيدوني مأجورين. نعم، هي الآن ما زالت على إحرامها، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام، وعليها أن تذهب الآن فورا إلى مكة فتقضي عمرتها. والواجب على الإنسان أن لا يؤخر السؤال سؤال أهل العلم، لأنه إذا أخر كلما أخر السؤال ازداد إثما، لقوله تعالى فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. انظر إلى هذه المرأة الآن، بقنت هذه المدة لم تسأل عن حالها، مع أنها قد تكون ذات زوج وزوجها يجامعها وهي محرمة، وهذا شيء خطير. فالواجب على الإنسان أن يسأل أولا قبل أن يفعل، فإن قدر أن فعل ثم حصل عنده شك فالواجب المبادرة بالسؤال. نعم.